في الحلقة الجديدة من مسلسل الطائر الرفرف، عندما قام فريد بسحب مسدسها على طارق، تدخلت سيرا وذكرت أنها لم تعد قادرة على تحمل أي شيء بسبب الصدمة التي تعرضت لها، ولهذا السبب اضطر فريد إلى أخذ قسط من الراحة لمواجهته مع طارق، لأن سيران أدركت أن فريد كان سيقتل طارق. وكان سيران قلقة من طارق لأنه سيسعى للانتقام من فريد، وذكرت فريد بالصدمة التي تعرضت لها سابقا. بالطبع ومن ناحية أخرى لن تعبر مزيد علنا ضغينتها وكراهيتها تجاه خالدو، لكنها ستحاول تقديم نوع من التعويض عن وفاة ابنها لخالي صاغا. ستقلق جونجون على سلامتها بينما تلعب مزيد خلفها، وستخبر خالي صاغا أن حياة ابنها لا تزال قائمة، لذلك ستترك جونجون خالص على السرير وتخبر خالص آغا أن ميزيد لا تزال تنتقم من خالدو ولن تغفر لها. ومن ناحية أخرى ستطلب إفاقة المساعدة من شاهموز للتخلص من الجريمة التي ارتكبتها، لكن شاهموز سيقرر إنهاء علاقته مع إفاقات أو رفض المساعدة. ولكن عندما لا تجد المساعدة في أي مكان آخر تقرر الهروب بجهودها الخاصة، لكنها لن تتمكن من التغلب على الجريمة التي ارتكبتها وستحدث حادثة كبيرة. أخيرا لن تتمكن سيران من إيجاد حل سوى إخبار فريد بمرضها. ستعيد سيران التفكير في العرض الذي قدمته لمساعدة طارق على استعادة صحته ونقلها إلى فريد. سيطلب فريد المساعدة من عدوه عندما يكون ذلك ضروريا لصحة سيران. أعتقد أن فريد وطارق ربما سيجتمعان ويدعمان صحة سيران حتى تتمكن سيران من البقاء على قيد الحياة واستعادة صحتها. لا تنسوا متابعة الصفحة. أراكم في فيديو تحليل آخر.